تمام، احنا المفروض ان شاء الله نتكلم عن الجزء بتاع الاي سي او، بناء طبعا على الفوت اللي حصل على الجروب وان انت اخترت نتكلم عن الاي سي او. فكرت في ان احنا ممكن نعملهم حلقات ورا بعض، لان طبعا عشان نتكلم عن الاي سي او ونلمه في ميت اب واحده او في يوم واحد من ايام الجمعه ده هيكون صعب جدا، علشان طبعا الموضوع كبير يعني. طيب خلينا كده نتكلم في الأول، هناخد الجزء الأول عشان الناس تبقى متابعة معانا. هناخد الجزء الأول في اليوم النهارده، نتكلم عن البورت بتاع النهارده، تمام، اللي هو هيكون عبارة عن البيزكس بتاعت الـ SEO مع شوية إحصائيات كده عشان تبقوا فاهمين طبيعة الـ SEO، وهنخش شوية على الجزء بتاع التولز، وبعد كده كتابة المقال بما يتوافق مع ايه محركات البحث، علشان تكونوا فاهمين لما تيجي تكتب مقال. يعني من اكتر الحاجات المهمة وانتم شغالين، علشان في ناس كتير تبع الكونتنت بيكونوا عايزين يخشوا جزء الاي سي او، لكن انت اللي يهمك بتاع الكونتنت. لو انت مش حابب تخش الاي سي او جامد، تكون في الجزء بتاع كتابة المقال. طيب خلينا نبتدي، ده الجزء الأول في اليوم النهاردة. في الجزء الثاني نبتدي بقى نفتح المايكس بقى، ونبتدي نشوف كل واحد عنده سؤال نبتدي نتكلم فيه ونتناقش فيه ونتكلم براحتنا، بحيث إن يكون اليوم البيزكس بتاعته خلصت، بعد كده نخش بقى براحتنا عادي، مفيش أي مشكلة. تمام؟ طيب مبدئيا كده خلينا نعرف اصلا الجزء بتاع الاي سي او اللي هو السيرش انجن اوبتمايزيشن. يعني ايه اصلا اي سي او؟ لو احنا بنتكلم بقى كاي سي او، المفروض ان انا اكون عارف من غير يعني من قبل ما اشتغل، لو انت هتتكلم مع حد في ان انت محتاج اي سي او، او لو انت هتاخد كورس اي سي او، او لو انت مثلا محتاج تشوف الاي سي او ده مع حد او هتنزله تريننج او اي حاجه في المجال بالذات بتاعنا، لازم تكون انت داخل تقرا وعارف يعني ايه المصطلحات. يعني انا بشجع جدا على فكره ان انت تعرف المصطلحات بتاعه المجال بشكل عام، وبعد ما بتعرف المصطلحات بشكل كامل بتبتدي تخش في المجال، بحيث لما يكون في اي اكسبريشن بيتقال او اي حاجه الناس بتتكلم فيها، سواء في التريننج او في لو انت مع مانيتور، او لو انت حتى في انترنر شيب او حاجه، تبقى انت فاهم الكلام اللي بيتقال يعني ايه. تمام؟ يعني مثلا ما ينفعش ان انت اقول لك اي سي او فانت مش عارف يعني ايه اي سي او اصلا او اختصار ايه. تمام؟ ما ينفعش اقول لك اندكس تبقى انت مش فاهم، اقول لك صفحه السيرب تبقى انت مش فاهم، تحس ان الموضوع لا انا مش فاهم. فانت عدم فهمك للاكسبريشنز بتاعت اي مجال حتى لو ما كانش الاي سي او، فلا انت محتاج ان انت تكون فاهمها، علشان ده هيفرق معاك في فهمك للموضوع نفسه، سواء بقى اس او او كونتنت او خير او اي حاجه اصلا في المجال. تمام؟ طيب الاي سي او بقى يعني ايه؟ اللي هو سيرش انجن اوبتمايزيشن، هو ان انت بتعمل تحسين، تمام، للوجن او الكونفرجن او الدخول على الويب سايت بتاعك، وبتحرك الظهور بتاع المحتوى بتاعك او الويب سايت بتاعك لاعلى النتائج على صفحه السيرف نفسها او على جوجل. يعني مثلا لو احنا مثلا قلنا هنا مثلا اتكلمنا عن مثلا قلنا مثلا ماركتنج استراتيجي، مثلا لو انت شغال على الاي سي او، فانت لازما تكون فاهم ان النتائج اللي بتظهر دي مش ظاهره بناء على الريزلت، نتائج بتظهر وخلاص او اي نتائج بتطلع لك، لا النتائج اللي بتطلع دي النتيجه الاولانيه، بعد كده بيطلع لك النتيجه الثانيه والنتيجه الثالثه بما يتناسب مع الصفحه. لا انت هنا المفروض النتائج دي بتظهر بناء على محركات البحث او التهيئه بتاعت محركات البحث. يعني مثلا لما احنا كتبنا ماركتنج استراتيجي، ظهر لك هنا ماركتنج استراتيجي ديفينيشن، هنا الويب سايت بتاع الانفست اوف ميديا او الموقع بتاع انفست هو ظاهر هنا بناء على ان هو شغال اي سي او. تمام؟ ويب سايت تاني مثلا اللي بعديه شغال اي سي او برضه، تمام، الويب سايت اللي بعديه شغال اي سي او، فظهورك اصلا محركات البحث
في الاول خالص، تمام؟ ده شيء مهم جدا لازم انت تكون مخلي بالك منه، علشان ما تنزلش بقى للصفحه الثانيه والثالثه وبعد كده ما تلاقيش حد شافك. فانت الاوبجيكتيف بتاعتك انت شغال اي سي او، او بمعنى اصح يعني ايه اي سي او؟ انت ظهورك في الصفحه الاولانيه، تمام؟ ده الاوبجيكتيف بتاعتك. بعد كده ظهرت في الصفحه الاولانيه، بيبقى الاوبجيكتيف بتاعك انت تظهر في النتيجه الاولانيه والنتيجه الثانيه، تمام؟ ده كده كاي سي او بشكل عام وبشكل ايه سريع ومختصر، تمام؟ طيب في السيرش انجن اوبتمايزيشن عندك ثلاث ركائز مهمين جدا جدا، وهم دول المحاور اللي بنشتغل عليها في الاي سي او. انت لو انت هتذاكر اي سي او او هتشتغل على الاي سي او، فانت عندك في نتائج نتائج مهمه جدا، عندك في حاجات اساسيه جدا المفروض ان انت تشتغل عليها، تمام؟ او لو انت هتذاكر الاي سي او فانت عندك ثلاث حاجات اساسيين لازم تكون مركز عليهم، وهم دول الشغل بتاع الاي سي او. اول حاجه، تمام، التكنيكال اي سي او، التكنيكال اي سي او، شغل التكنيكال في الاي سي او. يعني ايه التكنيكال؟ يعني مثلا شغل البرمجه بتاعه الموقع، سرعه الموقع، الاجزاء بتاعه اللينكات داخل الموقع. يعني مثلا لو احنا هنا جينا مثلا واتكلمنا عن الويب سايت ده كشغل كاي سي او، ممكن مثلا نشوف ان هو شغال كاي سي او بشكل كويس جدا جدا كتكنيكال. شغال كتكنيكال ازاي؟ يعني الويب سايت بتاعه سريع، بيشتغل على اللينكات، ناشر اللينكات بتاعته كويس جوه الموقع، سريع جدا وكتكنيكال هو بيكون كويس. طيب اللينكات الداخليه بتاعت الويب سايت نفسه شغاله بشكل كويس. المفروض ان انت وانت شغال على الويب سايت تكون محمود فاهم. الصوت بيقطع كتير يا استاذ محمود. الصوت بيقطع. طيب انا هحاول. انا في إيه؟ مشكله عندي برضو. ايه؟ لا الصوت تمام بالنسبه لنا. يعني حد ياكد عليا تاني ان الصوت هو الصوت واضح بس عم بيقطع شوي. اوكي تمام، انا هحاول اغير عشان ننفذ عقد. هو الصوت بس من اول شرح حضرتك للجزء التكنيكال بدا يقطع شويه. طيب اوكي تمام، هغير انا. تمام، انا غيرت النت نفسه. لو في اي حد، لو في مشكله تاني بلغوني، ما انا هعيد الجزء بتاع التكنيك، تمام؟ الصوت كده تمام ولا؟ تمام كويس. تمام، طيب كنا بنتكلم ان الجزء بتاع الاي سي او بيعتمد على ثلاث اجزاء مهمه جدا، اللي هو الجزء بتاع التكنيكال، تمام، والجزء بتاع الاون بيج والجزء بتاع الاوف بيج. طب الجزء بتاع التكنيكال بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في اجزاء مهمه جدا، ان انت تكون شغال في الويب سايت على مثلا الجزء بتاع السكيورتي. يعني لازم الجزء بتاع الويب سايت تعرف ان هو التكنيكال شغال كويس ولا لا. جزء السكيورتي، القفل اللي بيكون على اول اللينك زي هنا كده، ده بيكون سكيورتي. الجزء او الشغل على ان انت تكون جايب اسمها اس اس ال، تكون ان انت شغال على الجزء بتاع الامن بتاع الموقع. او ده بيعمل ايه؟ يبقى انت شغال في جزء الامان بتاع الموقع. يعني انت اي حد ممكن يخش على الويب سايت يكون هو داخل ويب سايت امن، داخل ويب سايت بيشتغل على السكيورتي، معاه شهاده اس اس ال اللي هي بتدي معايير مهمه جدا في الاي سي او بالنسبه لجوجل كامان، تمام؟ طيب جزء التكنيكال ايه تاني؟ ان الموبايل يكون فريندلي مع الاي سي او. يعني مثلا تفتح الويب سايت على الموبايل يكون سريع واوبتمايزيشن بشكل كويس على الموبايل، تمام؟ ده من الحاجات المهمه جدا
والاجزاء المهمه جدا وانت شغال على جزء التكنيكال. تمام، يعني مثلا لو جينا ويب سايت زي ده، احنا ده كده از موبايل، تمام، شغال كويس جدا ما فيهوش اي مشكله ومتوافق مع الموبايل زي ما احنا شايفين كده. تمام، لو انت شغلت ديسكتوب عادي، هو كده شغال ديسكتوب برضو ما فيهوش اي مشكله، وشغال ديسكتوب عادي برضو ما فيهوش اي مشكله. ده يبقى ويب سايت كويس وشغال بشكل كويس وشغال على الجزء التكنيكال. تمام، الجزء اللي بعد كده جزء السبيد بتاع الويب سايت. الويب سايت كسرعه هو شغال كويس جدا، كسرعه شغال كويس، يعني الويب سايت سريع يكون شغال معاك بشكل عالي ما فيهوش اي مشكله، لان الناس وهي شغاله على الويب سايت لو لقيت الويب سايت فيه تقطيع فيه مشاكل فانت هيكون عندك مشكله في الويب سايت. تمام، طيب جزء كمان بتاع التكنيكال، او يعني انا خلينا كده نتكلم برضو في اجزاء، يعني مش عايز اتعمق اكتر دلوقتي، لكن خلينا نتكلم ان انت لازم يكون الويب سايت بتاعك الماب بتاعته او الخريطه بتاعته تكون متسجله عند جوجل، ان كل حاجه او كل البيجز بتاعتك تكون متسجله عند جوجل. دي حاجه هنجيلها او هنجيلها في وقتها يعني، بس انا مش عايز نخش في تفاصيل اكتر دلوقتي. بس عموما جزء التكنيكال مهم جدا في شغل اي سي او. مش معنى ان انا بشتغل على ان الويب سايت يظهر بشكل كويس كاون بيج او كاوف بيج يبقى انا كده خلاص، لا، انت عندك جزء مهم جدا بتاع الاون بيج وجزء الاوف بيج. تمام، ده جزء التكنيكال في الصوت بالنسبه لكم، بس عشان تاكدوا معايا تمام ولا لسه في مشكله؟ تمام يا باشا. لا الصوت تمام. تمام. خلاص استاذ محمود، ليش بتقول بتكاش تفوت مثلا تتعمق في الامور هذه اللي هي بتاعت التكنيكال؟ لان احنا لسه دلوقتي بنتكلم في البيزكس، لما نيجي على الجزء التكنيكال مستفيض فيه هنتكلم في كل التفاصيل بتاعته، بس انا بحاول اوصل لنقطة مهمة جدا في الجزء ده، ان احنا نعرف اللي لسه داخل او اللي هيشتغل اي سي او او عارف اي سي او التشيك ليست بتاعته كده، يكون هو فاهم ان هو لازم نشتغل على ثلاث حاجات مهمة اللي هو التكنيكال وجزء الاون بيج وجزء الايه الاوف بيج. تمام، دي الحاجات اللي هي مهمة جدا، او لو انت هتشتغل كـ SEO تكون فاهمها بشكل كويس. تمام، احنا محتاجين استاذ محمود، احنا محتاجين انه نعرف كيف نعالج المشاكل مثلا بتقابلنا مثلا في التكنيكال، مثلا نقول لما توصل لمرحله البروفيشنال، يعني ما بدناش بس ناخذ انه المشاكل كذا كذا، لا، يعني لو اخذنا كيف ممكن تنحل، كيف ممكن انا اخذ كل ده كذا كل ده هنوصل له. هو بس يا مستر محمود انه لا تنسى في معك SEO specialist، يعني احنا يعني ما تنسى انه معك SEO specialist عشان انه بدنا نتعمق، فهمت علي كيف؟ الشغله الثانيه كمان يا استاذ محمود محتاجين، اللي هو لما اجي انا اخذ مثلا موقع او اخذ مشروع مثلا، انا كيف الخطوه يعني بدي اتعلم كيف اعمل الخطه اللي اقدمها للعميل، ان انا ايش بدي اعمل لك في كذا وكذا وكذا، الخطوات تاعتي انا بالضبط، يعني هذه برضه. تمام، هو طب نخلص الجزء ده سريعا ونخش في الاسئله بقى، يعني ما دام الدنيا الناس الحمد لله واخده ريت كويس فخلاص تمام. حد معانا طيب بيزكس لسه الدنيا بالنسبه له مش عارف تفاصيل اكتر؟ خلينا كده نتاكد برضه عشان لو معانا حد ما يبقاش الدنيا بالنسبه له مش واضحه. يعني انا برضه لسه برضه في البدايه، في كذا حد لسه، او يعني اسماء، يعني في كذا حد لسه الدنيا بالنسبه لهم يعني مش في البدايه، فخلينا نكمل الجزء البيزكس وفي حته الاسئله عشان الناس اللي معانا لسه في البدايه ما تتلخبطش، هنخليها في الاخر ونخش في كل الاسئله دي، والمره اللي جايه نخش بقى جزء ادفانسد جدا. تمام، تمام. طيب
بالنسبه ل الجزء بقى، طيب الجزء التكنيكال ده كده خلصناه، او ده الجزء المهم جدا وانت شغال على الويب سايت، لازم تتعلمه او لازم تكون واخده بشكل كويس لو انت هتشتغل على الويب سايت. طيب الجزء الاون بيج بقى، ببساطه كده الجزء الاون بيج هي اي حاجه جوه الويب سايت نفسه، اي حاجه جوه الويب سايت نفسه. تمام، يعني لما تكون شغال على الجزء بتاع الاون بيج جوه الويب سايت، لازم بتخلي بالك من حاجات مهمه جدا جوه الويب سايت نفسه. الحاجات اللي انت بتشتغل عليها تساعدك في ان انت تشتغل على الويب سايت، اي حاجه انت بتشتغل عليها تساعدك على ظهور الويب سايت. يعني مثلا لو انت شغال على الويب سايت، لازم تخلي بالك كويس جدا جدا من جزء الكونتنت، كل جزء الكونتنت اللي انت كاتبه والمعايير بتاع جزء الكونتنت لازم انت تشتغل عليه بشكل اساسي جدا. يعني لو انت بتكتب كونتنت لازم تكون عامل له اوبتمايزيشن لجزء الكيوردز، جزء الكلمات الموجوده فيه والتفاصيل اللي انت بتشتغل عليها جوه الكونتنت نفسه. تمام، لازم انت شغال على جزء ال جزء الكونتنت، لازم تخلي بالك بشكل كويس جدا من الجزء بتاع الاناليسيس بتاع الترتيب بتاع الاون بيج، يعني التفاصيل وانت شغال كتفاصيل الكتابه. يعني مثلا وانت شغال ما ينفعش ان انت تتكلم عن بروسيس من غير ما تعرف الكونتنت بتاعك، ما ينفعش ان انت تتكلم عن تفاصيل بتاعه المحتوى تمام غير الانترودكشن بتاع المحتوى اللي انت شغال عليه. كل ما يتعلق بالبيج اللي انت شغال عليها او الصفحه اللي انت شغال عليها ده بيبقى جوه الاون بيج. كل الكونتنت اللي انت شغاله والتفاصيل اللي انت شغالها هنا دي بتبقى حاجات جوه الاون بيج. طيب الجزء بقى الثاني او الجزء الاخير بتاع او الجزء الثالث بتاع الاي سي او، خلي بالك وانت شغال اي سي او الاوف بيج هي كل حاجه، كل حاجه بره الويب سايت، كل حاجه بره الويب سايت. يعني اي حاجه انت شغالها جوه الويب سايت خلاص احنا اتكلمنا عنها اللي هي في اون بيج. تمام، الجزء بقى بتاع الاوف بيج وانت شغال جوه الويب سايت ملوش علاقه، انت خلاص انت خرجت بره الويب سايت، فانت بتشتغل على حاجات اساسيه زي مثلا ايه، زي الجزء بتاع اللينكس. يعني مثلا لو انا دلوقتي عايز اعمل كونفرجن على او اعلي السي تي ار بتاع الويب سايت، لازم بشتغل على اللينكات بتاعت الويب سايت. يعني مثلا احنا لو جيت مثلا بتشتغل على الويب سايت ده، فانت الويب سايت ده ليه رابط، الرابط بتاعه الشغل بتاعك عليه وان انت بتنشره على فيسبوك يعمل كونفرجن، بتحط له لينك، بتحط اللينك بتاعه جوه الويب سايت تاني عشان تعمل كونفرجن. يعني مثلا لو احنا مثلا اشتغلنا على ان ده لينك، تمام، الجزء بتاع مثلا او الكيوردز بتاعت فاليو بروبوزيشن هنا، الجزء ده وانت شغال عليه تمام، لو انا حولني كده على ويب سايت تاني فده كده شغل شغل اوف بيج، هو بيكونفرجن ما بين ويب سايت وويب سايت تاني. يعني مثلا لو دخلت على اي صفحه اخبار، دخلت على اي صفحه بتتكلم على ويب سايت تاني بتحولك على ويب سايت تاني، فانت كده ده شغل لو شفته وانت فاتح ويب سايت او حاجه يبقى ده جزء بتاع الاوف بيج. جزء تاني كمان الجزء الانترنال، يعني مثلا لو لينك كمان اشتغلت عليه جوه الويب سايت، يعني انت مثلا لما احنا دوسنا على اللينك ده مثلا حولنا على جزء انترنال تاني جوه، ده برضو جزء ليه علاقه ب ايه، الجزء بتاع الاوف بيج، اللينكات و تواصل اللينكات ما بين الاوف بيج والاون بيج، او تواصل اللينكات ما بين الصفحات وبعضها. يعني اي حاجه ليها علاقه بالويب سايت من بره يبقى حاجه اوف بيج، تمام، يبقى حاجه اوف بيج. اي حاجه لها علاقه بالويب سايت من جوه اذا كونتنت فهي حاجه بنتكلم في الجزء بتاع الاون بيج. اي حاجه ليها تكنيكال زي اللينكس،
والستراكشر او الخريطه بتاعت الويب سايت والكلام ده كله، دي كلها حاجات بيبقى بنتكلم في الجزء بتاع التكنيكال، الجزء بتاع التكنيكال تمام. الجزء كمان برضو بتاع الاوف بيج الاناليسيس بتاع الرانك مثلا بتاع الويب سايت، الجزء بتاع التكست بتاعتك والمعايير بتاعتها خارج البيج نفسها، دي كلها حاجات ليها علاقه ب بالجزء بتاع الاوف بيج تمام. طيب عشان يبقى الموضوع بشكل مبسط معاك كده وشكله بسيط، اي حاجه ليها علاقه بالويب سايت بشكل بسيط، اي حاجه ليها علاقه بالويب سايت جوه الويب سايت نفسه بتبقى هي حاجه بتبقى حاجه جوه البيج، بتبقى حاجه اون بيج تمام. يعني الكلام الكونتنت هنا والتصميمات اللي جوه الويب سايت والتابس والديزاين بتاع الويب سايت ده، دي كلها حاجات ايه حاجات اون بيج. طب الحاجات اللي بره بقى اوف بيج دي بتبقى حاجات SEO اوف بيج، اي حاجه بره الويب سايت تبقى اوف بيج. طيب اللينكس بقى مثلا والسكيورتي بتاع الويب سايت والكلام ده كله وسرعه الويب سايت والتفاصيل دي كلها تبقى حاجات بنقول عليها ايه تكنيكال تمام. طيب في فايل ممكن ابقى ابعته لكم لو بالنسبه لكم الدنيا، لو انتوا يعني محتاجين الويب سايت ده سوري محتاجين الفايل ده ممكن ابعته لكم لو تمام بالنسبه لكم قولوا لي اه ماشي ابعته لكم. في كل الاكسبريشنز والمصطلحات اللي بنتكلم فيها على على الاي سي او، اي مصطلح موجود في الاي سي او هتلاقيه مكتوب بالشرح بتاعه. كمان الفايل ده جوه الجروب لو انتوا ايه احتجتوا تمام. طيب خلينا بقى نتكلم في جزء كمان، الجزء بقى اللي هي المصطلحات المهمه جدا 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 في الجزء بتاع الاي سي او، المصطلحات الاساسيه بتاعه الاي سي او تمام. لما يجي مثلا اقول لك والله انا ظاهر رقم او انا ظاهر كرقم 3 في صفحه السيرب، صفحه الايه السيرب، يعني ايه صفحه السيرب؟ صفحه السيرب اللي هي بتظهر بره خالص جوه الويب سايت، يعني سوري في صفحه جوجل، يعني ديت كده على بعضها كده اسمها صفحه سيرب تمام. صفحه جوجل دي كلها او نتائج البحث دي اسمها صفحه ايه السيرب تمام. يعني لما اجي اقول لك مثلا والله انت ظاهر في صفحه السيرب فين، فخلاص انت عارف انت في صفحه السيرب في انهي جزء بالظبط. دي كده كلها على بعضها الصفحه دي اسمها صفحه ايه السيرب، او دي السيرب بتاع جوجل، عشان هو احنا بنتكلم تكون فاهم الجزء بتاع المصطلحات وتبقى فاهم زي ما بقول لك المصطلحات مهمه جدا. طيب الجزء اللي هو الازرق ده او الكلام الازرق ده اسمه ايه؟ اسمه تايتل تاج تمام. لما نيجي نتكلم واقول لك لازم تحسن في الجزء بتاع التايتل تاج، او لما اجي اتكلم معاك ان انت التايتل تاج بتاعتك لازم تكون بكام بيكسل او عدد حروف معينه او الكلام ده كله، يبقى انت فاهم ان ده اسمه التايتل تاج الايه ده كده اسمه التايتل تاج الازرق ده تمام. لا سوري مش ده تمام، اللي هو سمي كده الجزء الازرق ده اللي انا واقف عليه ده تمام، ده اسمه تايتل تاج تمام. طيب الجزء بقى الثاني برضو اللي عايز اقول لك عليه جزء الدومين نيم، جزء الدومين نيم. الدومين نيم ده اللي هو ايه؟ اللي هو اسم الويب سايت نفسه تمام، اللي هو اسم ايه الويب سايت نفسه، وده بيبقى اسمه دومين. يعني مثلا لو انا مثلا قلنا هنا مثلا اسم الويب سايت مثلا marketing.com تمام، مثلا www مثلا .marketing.com. ماركتنج دي نفسها كلمه ماركتنج دي ده اسم الدومين، ده اسم الدومين. عشان كده لما يجي مثلا حد يقول لك انا هشتري دومين يبقى انت عارف ان هو مشتري ايه اسم الويب سايت نفسه تمام. جزء الاندكس والسايت ماب دول برضو مهمين جدا. لو انت بتتكلم عن اندكس تعال كده نفهم الفكره بتاعت الاندكس عامله ازاي، او يعني ايه اندكس. الاندكس دي انت دلوقتي علشان تبان في صفحه جوجل
صفحة السيرفر بقى زي ما قلنا لازم بتعمل اندكس للويب سايت بتاعك. يعني ايه اندكس؟ يعني بتروح لجوجل تقول له والله انا يا جوجل المفروض ان انا عايز اشتغل او احط الويب سايت بتاعي، تمام، عايز احط الويب سايت بتاعي عندك علشان لما اشتغل او لما يحصل عني سيرش تظهر لي او تطلع لي الويب سايت بتاعي. تعالوا كده مثلا نشوف حاجه كده، اوريكم حاجه، تعالوا مثلا اوريكم حاجه لذيذه جدا، تمام. تعال كده تخيل نفسك كده في الصوره دي، تمام. تعالوا كده شوف حاجه مهمه جدا. بص، ولنفترض دلوقتي انا مثلا الشخص اللي واقف ده بيدور على كتاب، حلو، او انت او اي حد دخل على جوجل، تمام، والبنت اللي لابسه اسمر دي هي البنت اللي هي دي جوجل، حلو، ولا تخيل ان دي جوجل، تمام، وانا اتخيل ان ده الشخص اللي هو ايه بيدور على ويب سايت معين او بيدور على كتاب معين، تمام. طيب انا دلوقتي داخل اقول له والله يا جوجل، الراجل ده بقى بيقول للبنت دي عايز مثلا انا بدور على مثلا ماركتنج كورس، حلو، بدور على ماركتنج كورس، حلو جدا. طب انت بتدور على ماركتنج كورس؟ اه. طب ثانيه كده، فبيروح رايح على كل النتائج اللي بتقول او كل الكتب اللي بتتكلم على الماركتنج كورس، تمام، ويروح حاططها مطلعها ويروح منقي افضلهم ومديهم مديك الكتب او النتائج. معلش مستر محمود، الملف بتاع المصطلحات حضرتك ما بعتهوش، هو انا بعد السيشن هبعته لكم، تمام كده كده الفايلز او الحاجه اللي بنتكلم عليها بعد ما نخلص ببعتها لكم على طول على الجروب يعني، تمام. طيب بيجي الشخص بيقول ايه والله يا جوجل انا محتاج مثلا نتائج معينه، فبيجي يقول لك والله خلاص، بيروح مطلع النتائج ويروح رصصها، تمام، ايه على الاندكس بتاعته ويطلعها. طيب جوجل بقى هيصنف هنا المواقع ويطلعها اللي احنا بنمثل عليها بالكتب ازاي؟ بناء على ان هي مترشحه عنده او معمول لها اندكس عنده او محطوطه عنده، تمام. دي الفكره بتاعت الاندكس. والله انا دلوقتي صاحب موقع، بروح ادي الكتاب بتاع جوجل او الويب سايت بتاع جوجل عشان يعمل له ايه اندكس، او ان احنا نعمل له اندكس نحطه جوه الارشفه بتاعه جوجل ويبتدي يشتغل عليها، تمام. دي الفكره بتاعت الاندكس او الكلام على كلمه اندكس. طيب الجزء بتاع السايت ماب، تمام، الجزء بتاع السايت ماب هنا بنتكلم في الجزء بتاع الخريطه بتاعه الموقع. يعني ايه الخريطه بتاعه الموقع؟ يعني انا دلوقتي لو جيت دخلت على موقع، تمام، لو انا جيت دخلت على اي موقع، هنا الموقع ده انا عندي في الصفحه الرئيسيه غرفه الاخبار، سياسه، الراي، اقتصاد، ايا كان، الرياضه، الكلام ده كله، دي كلها سايت ماب، دي اسمها سايت ماب، خريطة اللينكات بتاعة الويب سايت، خريطة اللينكات بتاع الويب سايت، يعني منين بيودي على فين؟ أنا دلوقتي لو دخلت على العين، حلو جدا، هيظهر لي الصفحة الرئيسية وغرفة الأخبار. طيب الاستراكشر بقى أو السايت ماب بعد غرفة الأخبار بيجي لي آخر الأخبار ولا أخبار مصورة ولا اخترنا لك، تمام؟ فهنا بيقول لك والله أنت محتاج إيه بالظبط؟ فهنا دي اسمها سايت ماب. يبقى لما نيجي نتكلم على جزء بتاع سايت ماب فيها جزء تكنيكال وفيها جزء اون بيج. جزء الاون بيج زي ما انت شايف هنا التفاصيل بتاعته، يحط ايه قبل ايه، يعني انا مثلا احط المنوعات قبل الانفوجرافيك والفيديو والمزيد، هنا احط فيها الحاجات اللي هي مش حاجات. مستر محمود، في ناس عايزه تخش انجوين ممكن حضرتك تقبلهم؟ طب اوكي، ثانيه واحده اشوف، بس هو انا مش ظاهر لي، بس ثانيه واحده فقط. ايه؟ تمام، ثانية واحدة عشان هو أنا مش ظاهر لي، فحاول طب ما حاول يعني ثانية كده.
هو كده تمام، المفروض الناس كده بتكون دخلت. تمام كده. تمام طيب. فاحنا عندنا طيب مستر محمود معلش، هو انا كان في سؤال بس في دماغي عشان ما انساهوش عن عن لينك بيلدينج. دلوقتي الانترنال انا فاهماه، يعني اعمل انترنال زي ما انا عايزه لان اصلا الويب سايت بتاعي، فتمام. الاكسترنال بقى قصدك ان حد يمنشن ليا عنده ولا انا امنشن لحد عندي؟ في الجزء بتاع الكونفرجن الباك لينكس وكده ولا انا؟ طيب يعني هنجيلها، انا كنت عرفت سؤالك هدونه عندي وانت برضو تيجي عندك وهجاوبك عليه، لكن باختصار هو الاثنين، يعني بيبقى الموضوع متبادل ان انا احط الويب سايت بتاع حد تاني عندي علشان الكونفرجن عليه والعكس. تمام اوكي. تمام طيب. نرجع تاني الجزء بتاع السايت ماب، في جزء تكنيكال تمام وفي جزء اون بيج زي كده تمام. طيب تعالوا بقى نخش على الجزء اللي بعدها بشكل سريع جدا جدا. الجزء بتاع في احصائيات بتنزل طبعا والاخبار بتاعه كل مجال، والمفروض المقابله اللي فاتت الجمعه اللي فاتت اتكلمنا عن، او مش الجمعه لا يوم الاثنين على كلوب هاوس اللي فات، يوم الاثنين اللي فات اتكلمنا عن ازاي نجيب الاحصائيات دي والاخبار ونطور نفسنا في المجال. في ويب سايت كذا، ويب سايت اتكلمنا عنه هتلاقوهم برضه موجودين في الجروب علشان تفهموا وتتابعوا الدنيا دي كلها، عشان برضه لو انت بيزكس في المجال تبقى انت عارف حجم المجال واهم وازاي هو مهم يعني تمام. هنا ان الاحصائيات بتقول طبعا، حاطط لكم الريسورس بتاعت كل احصائيه عشان برضه لو حبيتوا ترجعوا لها او تزودوا تعرفوا اكتر. بيقول او المفروض ان 68% من التجارب او الدخول على النت نفسه بيكون من او الكونفرجن اللي بيحصل على المواقع من خلال السيرش. يعني مثلا ايه الفرق؟ ما انا كده لو اخش على موقع اخش مش هدخل من السيرش، لا الاول ما كانش فيه محركات بحث، كان الناس بتخش على اللينك دايركت على طول، ومن خلال اللينك او من خلال اسم الويب سايت بيخش على الحاجه اللي هم عايزينها دلوقتي. او بعد كده بقى في حاجه اسمها سيرش انجن او محركات البحث. فالناس بنسبه 68% بتخش على الويب سايت من خلال السيرش، بعد ما بيعمل سيرش بيخش على الويب سايت، مش بيخش دايركت على الويب سايت. يعني مثلا لو انا عايز ادخل على مثلا مكتبه تمام، مش بدخل على ويب سايت بتاع مكتبه، لا انا بعمل سيرش وبعد كده بدخل فبيدخلني على ويب سايت، مش بدخل دايركت انا عارف الويب سايت وبدخل. فوجودك في صفحه السيرب او في محركات البحث بيجي بشكل مهم جدا جدا تمام. طيب الجزء الثاني عندك عمليات البحث اصلا في الصفحه الثانيه، الناس اللي بتخش على الصفحه الثانيه في جوجل نسبتهم لا تتعدى 1% تمام. احنا هنا 0.78%، يعني انا دلوقتي لو دخلت عملت سيرش على كلمه زي ما احنا بنقول مثلا مكتبه، قصه بقى ان انا ادخل على الصفحه الثانيه ده لا يتعدى 1% بالنسبه لبقيه الناس اللي بتخش على الويب سايت بشكل مختلف، ما حدش بيخش على البيج رقم 2 تمام. في بقى 53% من زيارات المواقع اصلا بتيجي من ال اس اي او او الاورجانيك تمام. يعني لو انت تعالوا كده مثلا ندخل على النتائج هنا، مثلا نسبه الدخول على الصفحه هنا بنسبه 53% من الاورجانيك. يعني ايه؟ يعني مثلا ما ينفعش ان انا اقول انا والله مش مهم اشتغل اس اي او، انا هعمل اعلانات تمام، لا هعمل اعلانات ومن خلال الاعلانات المفروض ان انا هدخل واشوف الناس توصل لي، لا انت اكيد بتفقد 53% من الناس اللي هي المفروض تكونفرجن عليك او تدخل عندك على البيج تمام. مش
شو أسماء مواقع لو سمحت؟ أسماء مواقع تحل، أسماء مواقع لأجل تحلل صفحاتنا مثلاً، نشوف أني مثلاً هنجلها في التولز موجودة أكثر بوستات، شو عشان نحلل البوست اللي عليه أكثر تفاعل ونصير نعمل بناء عليه. هي هيجيلها يعني. احنا دلوقتي هنخش على جزء التولز وهنخش على التولز وهنقول كل التولز اللي هتساعد على اناليسز لكل الكلام ده كله. تمام. طيب تعالوا نخش طبعا على عشان سريعا نخش على البروسيس بتاعه السيرش. البروسيس بتاعه السيرش بتمشي ازاي؟ او لو انت داخل على السيرش المفروض ايه اللي بيحصل؟ انت اول حاجه بتعمل سيرش على الويب سايت او بتعمل سيرش على كلمه مفتاحيه معينه، بيروح بعد كده بيحصل زحف من جوجل نفسه، وزي ما احنا شرحنا فكره المكتبه، جوجل بيجيب المواقع اللي بتتكلم. لو انا بعمل سيرش على كلمه مكتبه، خلاص عملت سيرش على كلمه مكتبه، بيروح جوجل تمام يجيب كل الحاجات اللي ليها علاقه بكلمه مكتبه. بعد ما بيجيبها بيروح يعمل الالجوريثم او بيحاول يصنف الويب سايتس اللي موجوده بناء على القوانين بتاعت جوجل او الالجوريثم بتاعت الاس اي او وقواعد الاس اي او. طيب بعد ما صنفها وجابها بيبتدي ايه يشرشفها ويحط كل حاجه قدامك تمام، بيحطها ويصنفها الاورجانيك لوحده، بيحط لك السبونسر لوحده، يعني في نتيجه البحث بيظهر لك حاجات اورجانيك وبيظهر لك حاجات سبونسر، وبعد كده بينزلهم لك في صفحه السيرش. كل البروسيس دي بتحصل في لحظه ان انت بتعمل سيرش وتدوس انتر، فكل البروسيس دي بتحصل، بيروح يشوف الحاجات او الويب سايت اللي ليها علاقه بيك، وبعد كده بيعمل عمليه فلتريشن للويب سايت على احسنهم بناء على الالجوريزم، وبعد كده بيروح عامل فلتريشن للناس كلها علشان يشوف ايه الافضل تمام، ويبتدي ان هو يصدره في شركات البحث تمام. طيب تعالوا كده نشرح الفكره بتاعه خريطه جوجل نفسها او الشغل على جوجل نفسه بيمشي ازاي. تعالوا نفترض كده ان كل بيت من البيوت اللي موجوده قدامك دي كلها مواقع، يعني كل بيت من دول موقع، كل بيت من دول موقع لوحده. طيب كل بيت من دول موقع لوحده، وانت بقى الموقع بتاعك او الويب سايت بتاعك موجود في انهي في دول؟ هل انت مختار ان الويب سايت بتاعك يكون في نص الـ مش مميز ومحطوط في حته بعيده، ولا هو موقع مميز جدا ومحطوط بشكل مميز في محركات البحث، ولا ايه بالظبط؟ طيب اللي بيحصل كالاتي، انت دخلت عملت سيرش، السيرش بيجمع كل البيوت دي او بيجمع كل الويب سايت دي ويبتدي يصنفها بناء على ان كل بيت انهي افضلهم وكل ويب سايت انهي افضلهم تمام. طيب الشوارع دي، الشوارع اللي انت شايفها هنا دي كده في الخريطه دي، عباره عن الروابط الخارجيه للويب سايت. يعني ايه؟ يعني كل لينك جوه الويب سايت هو طريق بيدخل على الويب سايت. يعني مثلا انا لو جيت هنا مثلا دوست على كلمه الراي دي، فده ويب سايت، فده لينك تمام، ده شارع بيدخلني على الويب سايت. لو انا دوست على الصفحه الرئيسيه، ده لينك مختلف تمام بيدخلني على الويب سايت. فبنسميها دي كلها روابط خارجيه. فكل ما كان الروابط الخارجيه بتاعه الويب سايت كانت احسن، فانت بيقدر جوجل يوصل للويب سايت بشكل اسرع. فبالتالي انت محتاج تظبط الروابط الخارجيه بتاعتك تكون مظبوطه، شيء مهم جدا. طيب تعالى بعد كده، ايه كل بيت من دول لازم يكون مميز، يعني الويب سايت بتاعك لازم يكون مميز بشكل كويس. طيب ده بيحصل ازاي؟ دي عمليه الرانك. يعني انت دلوقتي او انا سهل بالنسبه لي ان انا ادخل على الويب سايت، ادي اللينك سهل يوصلني جدا لافضل ويب سايت، لكن لو انا عايز ادخل على ويب سايت تاني هو اللينكس بتاعته مش مظبوطه، انت هتلاقي نفسك بتخش ما بين ممرات وتحود وتلف وتروح عشان توصل للويب سايت، واليوزر مش هيستنى عليك كل الكلام ده. طيب ده كده خارجيا او الروابط الخارجيه، اسمها الروابط الخارجيه تمام. ايه الروابط الخارجيه؟ طيب الجزء بقى اللي بعد كده، انت دلوقتي تعالى تخيل
الشقه دي او البيت ده هو الويب سايت بتاعك، ده الايه الويب سايت بتاعك. طيب لما ده الويب سايت بتاعك، انا دخلت جوه الويب سايت، حلو، عندك الممرات اللي جوه الويب سايت دي اسمها الممرات الداخليه. يعني انا دلوقتي دخلت على ويب سايت معين، حلو، دخلت على الويب سايت، بعد ما دخلت على الويب سايت تمام لقيت ان انا في صفحات مختلفه اللي هي الاوض دي، تمام. فانت كيوزر اول ما بتخش على الويب سايت لو لقيت السايت ماب بتاعته او السايت بتاعته مظبوطه، فانت بتلاقي نفسك مرتاح جوه الويب سايت، فدي حاجه ضروريه جدا. الويب سايت بتاعك مظبوط بشكل كبير، تقدر ان انت تخش على الويب سايت وتخش على اي بيج على حسب الحاجات اللي انت محتاجها. فانت سهل جدا او من الضروري جدا ان تخلي الويب سايت بتاعك سهل، كل حاجه فيه واضحه. طيب اللينكس الداخليه او الروابط الداخليه، الممرات اللي ما بين البيوت. طيب تعالى كده نتخيل ان كل بيج على الويب سايت هي اوضه مختلفه او حجره مختلفه جوه الويب سايت ده. فانت لازم يكون الويب سايت بتاعك منظم مظبوط، المحتوى بتاعه او الفرنتشر ده هو المحتوى بتاع الويب سايت لازم يكون مظبوط بشكل كبير. فلازم تهتم بالروابط الداخليه تمام، والجزء بتاع الروابط الخارجيه تمام. طيب انت لما بتعمل سيرش على صفحه جوجل او اس اي او بيشتغل ازاي، انت عندك بيظهر لك على السيرب نتيجتين، حاجه بيد وحاجه اورجانيك. يعني لو انت مثلا عملت مثلا كتبنا هنا مثلا 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 تعالى مثلا نشوف كده ماركتنج بوكس مثلا، فانت عندك في نتائج مختلفه، هتلاقي في نتائج بيت تمام، بس هنا تقريبا مش ظاهر نتائج بيت في البيج دي، هتلاقي عندك نتائج بيت وهتلاقي عندك نتائج ايه نتائج اورجانيك تمام. تعالوا مثلا نقول مثلا كده نسيرش على حاجة مختلفة، نقول مثلا ممكن نكتب هوتيلز مثلا، فنادق أو الصوت قطع ولا انا مش سامع؟ لا انا بحاول اجيب لكم حاجه بيت الصوت شغال عادي جدا. سامعيني كده ولا؟ صحيح سامعك بس فكرت نقطع. لا لا تمام. مثلا نقول احذيه رجالي. هو ليه السيرش يا مستر محمد مش حاسس انت بتسيرش على جوجل ولا ده؟ لا ده سيرش على جوجل بس يعني كل دي تولز تمام اكستنشنز اكستنشنز فبتحس ان السيرش عندي فيه اوكي ماشي يعني في لخبطه كتير او حاجات كتيره يعني معلش تمام. طيب يعني بشكل عام انت لازم بيظهر لك حاجات بيت تمام، وبيظهر لك جزء ايه جزء اورجانيك تمام. طيب عندنا بقى حاجة تانية مهمة، دي كلها بحاول أو كل الحاجات دي بحاول إن أنا أوضح لك أو أبين لك المين بوينت الرئيسية اللي أنت لازم تكون عارفها. لو اتكلمنا عن SEO دايركت، SEO بشكل سريع، هتلاقي الجزء بتاع الـ SEO ضايع منك تمام. محمد بيقول لنا اكتب عقارات، ممكن برضه عقارات فهتجي. طيب كنا بنتكلم عن عقارات طيب بنتكلم عن الجزء بتاع
في كده حاجه اسمها ال HTTPS. تمام. حد من الناس هنا بما ان معانا برضو ناس داخله في الموضوع بشكل ادفانسد حتى عارف ال HTTP؟ انا بعرف. قول. هو ال HTTPS هو نظام تشفير المعلومات، يعني انت لما تدخل على موقع وتحط بياناتك فهي البيانات الارقام بلغه البرمجه. ال HTTP بس اسمها هايبر تكست ترانسليشن بروتوكول. ايوه بالضبط. فانت لما تدخل في HTTP بس هي جوجل لغاها من زمان، يعني التغت للامان وصارت ال HTTPS يعني. ولازم يكون الاسم حصرا لما تعمل SEO، اذا كان ال HTTP ما بيشتغل ابدا والSEO عندك مفاشل. تمام بالضبط مظبوط بشكل كامل يعني ما شاء الله عليك. تمام. طيب ده برضو نفس الجزء اللي كان بيتكلم عنه الاستاذ الفاضل. انت عندك في الاتش محمد استاذ محمد عندك جزء مهم برضو جدا، ان الويب سايت كجزء تكنيكال لازم يكون سكيور، لازم يكون سكيور. الحاجات الاساسيه اللي تخلي الويب سايت بتاعك يظهر والناس تكون بتكونفرجن عليه وبتتابع عليه وبتخش على الويب سايت والكلام ده كله، جزء السكيور بتاعه الويب سايت. لو انت دخلت على الويب سايت ولقيته مش سكيور او لقيته مش ضامن معايير الامان فانت عندك في مشكله في الويب سايت. فلازما وانت شغال على الويب سايت تتابع الجزء ده، او لو لقيت الجزء بتاع السكيور السكيورتي لازم أن تكون فاهم ايه الكلام ده. طيب تعالوا بقى نخش بقى على الحته بقى، يعني نخش كده بقى ادفانسد شويه. دي كده البيزكس بتاعت الاي سي او، بحيث انت تكون فاهم حتى بشكل شامل احنا بنشتغل على ايه. داخلين او كداخل اي سي او الدنيا بتشتغل معاك ازاي، مع الكلام اللي انت سمعته مني النهارده مع الاكسبريشنز او المصطلحات اللي انا هبعتها لكم ان شاء الله. بإذن الله هتلاقي نفسك عندك البيزكس بتاعة الاي سي او، وتبتدي ان انت بقى ايه تخش بشكل كامل في المجال. الموضوع بالنسبة لك هيكون كويس جدا. طيب دي اول تول كان فيه فيسبوك ترويل. حد كان بيقول حاجة؟ هلا سؤال، هذا هو اسم الويب سايت اللي مثلا كنت لسه هنانع عليه والله اشوفك موجوده ولا عشان سالت على التولز. ايوه هاي اول واحد اللي هو تيست اوبتمايز ريبيت. اوكي يعني ده سؤال او معلومه او ايه؟ مش واخد بالي. لا انا بس بسال انه هذا اول واحد من الويب سايتات عشان تشوف البرفورمانس للصفحه تبعتك. بالظبط تمام. وده اكتر التولز تمام اللي احنا بنشتغل عليها علشان تبين لنا تيست للويب سايت بشكل عام، وتبين لنا سرعه الموقع والتفاصيل بتاعه الويب سايت. تعالوا مثلا كده ناخد مثلا بما اننا شغالين على ويب سايت زي سمعت في شيء ويب سايت اخر اسمه كارما او كارنا. فان بيجي كارما. ايه فان بيجي كارما؟ ايوه زي هذا ولا بالكارما. كان بيج كارما هو سوشيال ميديا. ده بتاع سوشيال ميديا مش سي او. مش اي سي او، تبع السوشيال ميديا. هو ستاتيك الاحصائيات تبع السوشيال ميديا بيعطينا بس. ايوه تمام. وانا برضو بعت لك اسمه في الشات علشان تبقي انت لو احتجتيه يعني في اي حاجه ثانيه، بس هو ده شغل السوشيال ميديا اكتر. تمام. طيب تعالوا بس كده بقى نخش في الحاجات الجميله دي. هنا الويب سايت ده من اكتر الويب سايتس المهمه جدا لو انت بتست ويب سايت تمام، وبتشوف الويب سايت والتفاصيل بتاعته والسرعه بتاعته والتفاصيل بتاعت الويب سايت. من الحاجات المهمه جدا تمام وانت شغال ان انت تشوف سرعه الموقع كجزء بقى تكنيكال. تمام كجزء تكنيكال حاجه يعني مهمه جدا ان انت تشتغل على
السرعه بتاعه الويب سايت، او لو انت لسه مستلم ويب سايت لازم تشوف السرعه بتاعته. فويب بيج تيست بيقيس بشكل كامل، بيقيس لك كل صفحه بالنسبه لك سرعتها ايه، معاييرها ايه، السوليوشنز اللي ممكن انت تعملها والحلول اللي انت ممكن تشتغل عليها، الحاجات اللي بتاخد من سرعه الويب سايت نفسه، اكتر حاجه بتاخد من سرعه الموقع ده هي مثلا السيور، و مثلا الجزء بتاع الجافا سكريبت او برمجه الموقع. هنا مثلا من الحاجات برضو اللي بتشتغل على الويب سايت. فانت الويب سايت طبعا ليه ديتيلز كتير وشرح كتير طبعا. لو انت يعني نصيحتي ان انت تخش على الويب سايت وتحاول بقى تقلب كده في الويب سايت. طبعا الويب سايت بيديك ريبورتس بشكل كامل بالتفاصيل بتاعتها، بتقدر تشتغل عليها. مديك هنا مثلا الجزء بتاع الويب سايت بكل التفاصيل بتاعه كل بيج لوحدها، و كل بيج تقدر ان انت تشتغل عليها بشكل مفصل. تمام، مديك مثلا ايرورز اللي عندك. يعني طبعا لو فضلنا نشرح في التولز او بدانا نشرح في التولز مش هنخلص يعني. فاحنا عايزين ناخد كده تول تول ونبتدي حتى ايه تجوهم فيهم، وبعد كده لو في عندك مشكله تبعتها لي. طبعا في جزء برده فيه مهم جدا ان انت بتعمل اناليسز للصور بتاعه البيج نفسها، باناليسز الصور. طبعا بتيجي هنا كده ايمج اناليسز، بيجيب لك الصور، كل صوره في الويب سايت بحجمها، بالتوتال بتاع الصور، بالاناليسز بتاعتها، بكل حاجه جوه الصور نفسها. تمام، طيب تعالى سؤال بعد اذنك. اتفضل. هلا مين افضل، الويب بيج تيست ولا جي تي ماتريكس ولا بيج سبيد انسايت؟ يعني كخبرتك انا صراحه هذا اول مره اني اسمع فيه حتى. انا دائما بستعمل بيج سبيد انسايت جي تي ماتريكس. بص هقول لك على حاجه، الفرق ما بين الاثنين دول، وحتى كمان التيست بتاع جوجل نفسه، ان هو مش بيدخل في ديتيلز كبيره جدا بتقلل من رانك السرعه بتاعت الويب سايت. يعني مثلا ممكن يكون مثلا صوره معينه مش محطوط لها تكست، تمام، فدي مثلا بتقلل من السرعه، او صوره تقيله شويه يدي عليها ايفالويشن عالي جدا، يدي عليها ايفالويشن عالي. تمام، فبتلاقي الرينك بتاع او التايتل بتاع التقييم قليل جدا. تمام، فدي ميزه بتاعت التولز دي، ان هي حتى بتبين لك الايرورز فين بنسبه كام بشكل ايفالويتد مظبوط. ممكن انا اعلق بس هو بس اي تولز اس اي او هي بتشتغل حسب برمجيه معينه. يعني في ادوات تعمل كيورد ريسيرش عن طريق تحليل المنافسين، في منها بتعمل عن تحليل الدومين اسرتي. هذا الشيء بالاس اي او خلينا نستخدم اكثر من اداه لنحلل الموقع، لان كل اداه لها فلسفه مختصه شكل. بالضبط، كل 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 تول نفسها وبتبتدي هي يعني تحطك في 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 ايفالويشن مختلف، طريقه صحيح. تقييم مختلفه. تمام، فمن يعني لازما حتى لما نيجي نستخدم اصلا اي تولز، لما نيجي نستخدم اي تولز لازما نشوف التولز دي بتيفالويت على اساس ايه. تمام، ايه التفاصيل بتاعتها. تمام، لان دي بتفرق جامد جدا في تقييمك لشغلك او للويب سايت او لطريقه، حتى لو كانت سوشيال ميديا. تمام، سامعيني ولا الصوت قطع؟ صحيح كلامك 100%. طب حد يأكد عليا؟ لا تمام، كلامك 100% سامعني. تمام، طب ايش بتفرق عن السيو تشيك اب برضه؟ كل الفرق ما بينهم كلهم هو طريقه التقييم بتاعه الويب سايت نفسه. التقييم بتاع الويب سايت نفسه، هذه مدفوعه؟ لا دي مش مدفوعه خالص، بس انا شايفاها رائعه، احلى من اللي بنشتغل عليها. ما هي حاجه بصراحه مهمه جدا يعني.
تمام. طيب خلونا كده نخش في حاجة مهمة جدا. تمام عايز اقول لكم على عايز ادخل معاكم في التوتس على طول وبعد كده نرجع للتفاصيل الثانية علشان وقتنا. طيب طبعا جوجل اناليتكس من الحاجات اللي هي مهمة جدا جدا لازم نشتغل عليها. تمام بيدي كل الاحصائيات بتاعت الويب سايت بالتفاصيل بتاعته بكل ما في الويب سايت دي حاجه مهمه جدا لازم احنا نخلي بالنا منها ونبتدي نشتغل عليها. تمام لازم نربطه بالويب سايت ويبتدي يدينا احصائيات الناس دخلت امتى على الويب سايت خرجت امتى قعدت وقت قد ايه البيج اكتر بيج بتعمل كونفرجن كل التفاصيل بتاعت الويب سايت. تمام طبعا كلنا عارفينها فدي حاجه مهمه جدا. في حاجه برضو مهمه جدا 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 جوجل سيرش كونسول من اهم التولز بتاعه جوجل اللي بتقدمها لنا. ميزتها ايه او بتعمل ايه بشكل عام؟ ولما نتكلم من شويه عن جزء السايت ماب ان انت لازم تعمل خريطه الموقع وبعد ما تعمل خريطه الموقع تديها لجوجل تقول له والله يا جوجل انا دلوقتي ده الويب سايت بتاعي والمفروض ان انا اشتغل على اشتغل على ثواني عايز اجيب لكم التول بتاعته. دلوقتي انا عايز ارشف الويب سايت بتاعي واخليه عندك علشان المفروض ان انت تشتغل عليها او ان انت تسجلها لي عندك. تمام طب فده بيحصل ازاي؟ من خلال الايه جوجل كونسول او جوجل سيرش كونسول. بيحصل ازاي سريعا كده؟ بنروح على الويب سايت بتاع XML سايت ماب وبنقول له والله انا عايز اعمل تشيك على سايت ماب. تمام وببتدي ادي له هنا مثلا اليو ار ال ايا كان الويب سايت اللي انا شغال عليه ايه. تعالوا كده مثلا نشوف في الويب سايت نشوف الويب سايت ده مثلا. طب مستر محمود بس كان عندي سؤال، هو هل السيرش انجن اوبتمايزر اللي شغال يعني السي او لازم يفهم بروجرامنج وبي اتش بي؟ لا ملوش علاقه بالبرمجه، هو هيبقى متميز جدا لو فهم برمجه، بس شغل البرمجه بتاع الويب سايت او الويب ديفلوبر بتاع الويب ديفلوبر ملوش علاقه بقى بالبرمجه، يعني هو بيفهم بشكل عام. تمام لكن هو لازم يكون فاهم طبيعه البرمجه وطبيعه بشكل عام، انما مش هيشتغل مبرمج يعني. يعني الشغل التكنيكال اللي هو الجزء بتاع التكنيكال سيو ده التكنيكال مش ما فيهوش حاجه ادفانسد جدا بروجرامنج الكلام ده كله. لا انت جاست بتشتغل حاجات عاديه جدا زي اللي احنا بنعمله ده. مثلا خدنا اللينك حطيناه في الاكس ام ال تمام هيدينا فايل. تمام بعد ما بناخد الفايل ده بنبتدي ايه او بنعمل الفايل ده جنريت وبنبتدي نحطه في الويب سايت اللي هو بتاع جوجل سيرش كونسول، فبيديني اناليسيز وبيعرف جوجل ان انا الويب سايت ده خليه عندك في الارشيف اكتر ولا اقل. شكرا على كده. تمام فالموضوع مش محتاج تكنيكال اوفر يعني. تمام وبعدين دلوقتي في حاجات بتعوض جزء البرمجه زي مثلا الوورد بريس. تمام ده الجزء اللي جاي بعد كده بشكل كبير جدا. البايثون تمام لغه البايثون لغه برمجيه سهله جدا جدا جدا. لا ما الواحد انا اخذت كورس قبل كده مع انستراكتور يعني اجنبي، فهو كان الكورس كله قائم على ان هاو تو بيلد يور ويب سايت باي ووردبريس، وتعلمنا سيو كده فورد بريس جنب البروجرامر لانجويجز الثانيه اسهل حاجه تقريبا. لا هو بقى البايثون اسهل تمام او يعني من الحاجات السهله واللي هو لغه برمجه بنشتغل عليها. تمام تمام اوكي ميرسي جدا عفوا. طيب تعالوا كده احنا عشان نشتغل على التول دي زي ما قلت لكم بنخش على حاجه اسمها الاكس ML وناخد ان جنريت زي ما انتم شايفين كده. مش عارف هشيل لكم الاكستنشنز دي علشان تكونوا شايفين. تمام بيجنريت زي ما انتم شايفين ده اسم السايت ويدينا الفايل ونبتدي ان احنا
ندي الفايل ده لبتاع البرمجه بقى تمام اللي مبرمج الويب سايت ونقول له ايه عايزين نجنريت الويب سايت ده او نشتغل على الويب سايت ده تمام. طيب جزء برضو مهم جدا جدا جزء تعالوا نشوف تولز كده الجزء بتاع جوجل ادز تمام. جوجل ادز من التولز المهمه جدا جدا اللي بنشتغل عليها في جزء الكي ووردز. يعني لما انت تيجي تشتغل علشان تكتب كونتنت او تبتدي تشتغل على الكونتنت بتاعك لازم بي تشتغل على الكي ووردز وتقييم الكي ووردز من تقييم الاون بيج بتاعتك وبتقييم الكونتنت بتاعك تمام. يعني كل لما تكتب كي ووردز هي ريليتد بالموضوع المفروض ان هي بتابلاي احتياجات اليوزر اللي داخل واخده رينج كويس جدا وكلمات مفتاحيه منافسه كويسه خلاص انت ده بيعلي او بيعلي في تقييم الكونتنت بتاعك بتاع الويب سايت او المحتوى بتاع الويب سايت بتاعك. في جوجل ادز في جزء كيوردز مهمه جدا لازما وانت شغال عليه تشتغله بشكل كويس جدا. طيب تعالوا برضو نتكلم كده في حاجه مهمه جدا خلينا بس نقفل الحاجات دي علشان الدنيا تكون شغاله بشكل كويس. طيب في بقى لو انت دلوقتي بتكتب بتكتب كونتنت او بتكتب ويب سايت تمام بتكتب عنوان الويب سايت والتفاصيل بتاعت الويب سايت وانت شغال عليها الويب سايت ده كويس او مهم جدا 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 عشان اللي يبين لك التفاصيل بتاعت الويب سايت عندك ظاهره ازاي على على صفحه السيرفر. يعني مثلا احنا دلوقتي بنكتب اهو تمام ده الويب سايت ده الويب سايت بتاعي. بصوا انا هنا مثلا كتبت مثلا كده مثلا خلينا نقول ده مثلا ماركتنج كوميونيتي ميتوب تمام خلاص بصوا ظهر ازاي تمام وبيديني تقييم على اللي انا بشتغل. طيب تعال مثلا كده نكمل التايتل شويه كده نشوف هيديني ايه. بص هنا اداني ايرور قال لي ان انت عندك عديت عدد الكلمات بتاعه التايتل تمام. فانت تخلي بالك وانت بتكتب تايتل دي من اهم التولز جدا بتاعه الشغل على الويب سايت علشان تكتب كونتنت يتناسب مع الشغل بتاعك تمام. انت وانت شغال لازم تخلي بالك من الاجزاء دي تمام. هنا نحط ايه اليو ار ال تمام ونحط هنا الجزء بتاع الميتا ديسكريبشن خلينا نقول مثلا ده الميتا تمام ده كده الديسكريبشن دي صفحه البيج بتاعتك او الويب سايت بتاعتك بعد ما تكتب الكونتنت بتاعك. فدي من اهم التولز مهمه جدا جدا طبعا مبين هناك على از موبايل بتبان ازاي وكديسك توب بتبان ازاي لو صور سيرش طبعا لو انت محمل صور هتبان ازاي التفاصيل دي كلها تمام. وفي نفس الوقت انت شغال اس اي او مظبوط. طيب تعالى مثلا كده ده اليو ار ال بتاعي كبير جدا تمام انا كاتب يو ار ال اصلا ضخم فهنا بيقول لك في ايرور انت الويب سايت بتاعك اللينك بتاعه في حاجه مش مظبوطه تمام او التكست بتاعته هتكون ظاهره بشكل مش مظبوط. بص هنا الويب سايت يكون اليو ار ال بتاعته مش مظبوطه تمام. فدي من الحاجات مهمه جدا 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 تمام. طيب التول دي طبعا دي اسمها السيرب سيم دوت كوم تمام دي من التول المهمه جدا. انا جات لي فكره كويسه احنا ممكن نعمل كده كوبي وابعت لكم اللينك في الشات عشان تكونوا ايه تمام تلوجن على طول وادي اللينك. انت هذه بتغني عن اليوست يعني بتيجي ممكن نظام اليوست هذه الاداه سيرب على الورد بريس لا وورد بريس ملوش علاقه انا دلوقتي بتكلم على تول ثانيه ملوش علاقه
انا فاهمه الان احنا اليوست بنستخدمها في الووردبريس، هذه ممكن تعتبر زي اليوست زي نظام زيها المواقع الثانيه زيها، بس انت ممكن تستخدميها الووردبريس او ويب سايت ثاني. انا لو مثلا شايل بي اتش بي شايلين برمجه خاصه مثلا بتاع، فممكن نستخدمها تمام عادي، ممكن نستخدم مفيش اي مشكله يعني. تمام طيب تعالوا كده. جوجل ترند من الحاجات المهمه جدا وانا بكتب الكونتنت بتاعي على الويب سايت الارتكل بتاعتي، لازم انا اكون فاهم الناس اللي شغاله او الناس بتسيرش على ايه، في انهي منطقه، في انهي دوله، التفاصيل دي كلها تمام. لازم انا اخلي بالي من الجزء بتاع ايه جوجل ترند مهم جدا. تعالوا مثلا خلينا ماركتنج مثلا، ده التوبيك تمام اللي انا بسيرش فيه تمام. والله الناس بتسيرش على الماركتنج تمام. في تعالوا مثلا نشوف هنا ايجيبت تمام، واخر 12 شهر لا خليها اخر مثلا 30 يوم في كاتيجوري معينه، لا سيبها مفتوحه عادي تمام. لو انا بسيرش المفروض الناس بتسيرش بتصور ولا بالنيوز ولا جوجل شوبينج، لا عادي بسيبها برضو. يبقى خلاص ده السيرش بتاع الناس، اكتر ناس في مصر بتدور في الحته دي في نورث سينا مش عارف ازاي، بني سويف، كفر الشيخ، التفاصيل دي كلها. من الحاجات اللي بيدوروا عليها بشكل مهم جدا الايميل ماركتنج. طيب لو انا عايز اعمل كومبير ما بين كلمه ماركتنج وسوشيال ميديا تمام، الناس بتدور على ده اكتر ولا ده اكتر؟ فلا الناس الحمد لله عندها وعي شباب، بتدور على ماركتنج اكتر من السوشيال ميديا، وبيبين لي طبعا هي المقارنه بالارقام والتفاصيل علشان اشوف الناس بتسيرش على ايه وانا بكتب للناس في انهي جزء بالظبط تمام. لو مثلا عملنا ريال استيت علشان استاذ احمد ريال استيت مثلا، ماشي خلينا هنا ريال استيت يعني مثلا، يعني طبعا الكي ووردز كتير يعني ممكن ايه نسيرش بيها يعني، او يعني مش ده يعني ده توبيك فاتح مفتوح شويه من اكتر الناس اللي بتسيرش تمام. مصر كلها تقريبا بتدور ولا ايه مش عارف. صندوق التمويل العقاري استلام بالرقم القومي طبعا عشان مبادره ومش عارف ايه الكلام ده تمام. ففعلا ده اللي الناس بتدور عليه دلوقتي، ومن اكتر الكلمات اللي هتكون عاليه جدا خلال الفتره دي تمام. طيب طبعا من الحاجات والتولز المهمه جدا، تعالوا انا بحاول اجيب لكم التولز تكون بالنسبه لكم. طبعا موس من اكتر الويب سايت او من اكتر التولز المهمه جدا. مثلا تعالوا نشوف ادي في موز هنا المفروض اهو تمام. ده الاكستنشن طبعا في منه اكستنشن في منه ويب سايت تمام. ده الويب سايت بتاعه بيأناليسيز الويب سايت بشكل مهم جدا ومن اهم التولز اللي انا ممكن اشتغل عليها، وبي في جزء مهم جدا الاكستنشن بتاعته مهمه جدا تمام. وبيتاناليسيز بشكل مهم. بيتاناليسيز ايه بقى؟ بتديني التفاصيل بتاعه الويب سايت، الرانك بتاعه والتفاصيل بتاعته. اهم ايه التولز قصدي اهم الـ الكلمات اللي فيه، الرانك بتاعه كام، الريت عليه قد ايه، والتفاصيل دي كلها تمام. في بقى يعني اهم تول تقريبا انا بحبها جدا بصراحه وبشتغل عليها بشكل كبير، التول بتاعت ال W rank، التول بتاعت الـ O rank تمام. دي من اهم التولز اللي بتديني كل التفاصيل بتاعت الويب سايت، كل الاناليسيز بتاعته بكل التفاصيل بتاعته تمام. طيب هنا بقى بص هنا بيديك تمام التفاصيل بتاعت الويب سايت تمام، الرانك بتاع الويب سايت ده او التفاصيل بتاعته او الريت بتاعه او التقييم بتاعه 36% تمام. طيب هنا بيديني كل حته في الويب سايت
بكل الاناليسز بتاعتها، بكل التفاصيل بتاعتها او بالديتيلز بتاعتها وال والاكستنشن باينه بالنسبه لكم في الشير. يعني حد ياكد معايا عشان ساعات الاكستنشن مش بتكون باينه. لا ظهر. اوكي تمام. انت ممكن بقى تاخدنا سكينات بقى من كل اكستنشن دي وتحطها لنا في الفايل بقى. اوكي ماشي، يعني ممكن ابعت لكم فايل فيه كل التولز اصلا. يا ريت. ماشي مش مشكله. بس انا ببعت لكم في الشات اللينكات علشان تكون برضو بالنسبه لكم سهله يعني. طيب هنا بيديك بقى كل التفاصيل، كل الحاجات اللي في الويب سايت فيها ايرور تمام بكل تفاصيلها. الجميل بقى في الويب سايت ده وانت شغال عليه بيديك الايرور، بالايرور ده بتاع ايه وحله ايه، والايرور ده اصلا المصطلح ده معناه ايه. يعني مثلا هنا بيقول لك في السيرش انجن مثلا، تعالى هنا بيقول لك ان الاندكس تمام بتاعه الويب سايت مش مظبوطه، وعندك هنا في دوبليكيت للكونت اللينكس. يعني مثلا جوجل شايف ان الويب سايت ده اللينكين دول لينكين وهم بيتي واحده، فبيعمل ايرور تمام. يعني مثلا انا عندي www.marketingcommunity.com، عندي بقى نفس اللينك ده marketing.com، اللينكين دول بيودوا على البيج الرئيسيه بتاعت الويب سايت، فهو جوجل بيشوفهم لينكين بيودوا على بيج واحده فده دوبليكيت تمام. فهنا طبعا بيشرح لي الكلام ده والتفاصيل بتاعته وازاي تحلها وكل حاجه تمام. هنا برضو بيديك على الريبوت تكست وبيقول لك هنا الجزء بتاع السايت ماب ان اكس ام ال مش مظبوطه، فانت روح على ال ادينج يور اكس ام ال في الويب سايت، فانت هتدوس عليه كده يروح محولك على التول اللي تساعدك وتظبط لك او فتح لك ورانك وقال لك التفاصيل وتعمل ايه بكل حاجه وازاي تضيفها كل التفاصيل تمام. فدي من اهم التولز اللي هتساعدك، هبعتها لكم برده في الشات علشان تمام. بعت لكم اسمها علشان برده تكونوا متابعين يعني، او تقدروا ان انتوا تخشوا عليها في اي وقت تمام. في تولز ثانيه يعني انا بحاول تمام. اسماء بما انك مبتدئه وكده وما فهمتهوش هقول لك على حاجه. انت الفيديو ده المفروض هينزل ان شاء الله يوتيوب، امشي معاه خطوه خطوه، والنقطه اللي تقف عندها واللي انا واقف عندها دي مش فاهماها، بعد ما تخلصي الفيديو ابعتي لي الحاجه اللي انت ما فهمتهاش، ابعت لي فويس او واقول لك التفاصيل ايه. ويا ريت يا ريت لو عشان الرد يبقى اسرع ابعتي لي ميل، وانا هبعت لك ادي الميل اهو. تمام يعني انا ردي على الميل بيكون اسرع يعني. بعت لك الميل الحاجات اللي انت مش فاهمها وابعتها لك، كذلك طبعا اي حد يعني تمام. طبعا الجزء بتاع الاناليسيز بتاع سيميلر ويب من الويب سايتس مهمه جدا جدا، بتاناليسيز برضو الويب سايت بتاعتك والويب سايت بتاع المنافسين بتوعك تمام. يعني انت لو عندك منافسين محتاج تشوف الويب سايت بتاعهم بالرانك بتاعه بالتفاصيل بتاعته، فطبعا يبين لك التفاصيل بتاعته وكل التفاصيل بتاعت الويب سايت نفسه تمام. طيب يعني خلينا نكمل المره الجايه بقيه التفاصيل والتولز والحاجات دي، علشان انا عايز اخد الاسئله علشان وقتنا بدا يعدي بشكل كبير، وانا المره الجايه هجهز بقيه التفاصيل دي كلها تمام. ماشي. محمود انت يعني فرحت ايدك، اتكلم معاك افتح المايك وانا معاك، او اي حد عنده يخش يبتدي يسأل. محمد لمحمود ايه؟ محمد لمحمود. محمد رفع ايده صح؟ انا في محمود غيري بسكت يا جماعه، انتوا ممكن اي حد يعني انا ممكن اتلخبط في الاسم. اوكي انا بس عندي سؤال، انا بدي منك موقع مجربه انك تشتري فيه ادوات للسي او بسعر رخيص، انا عم بجرب كثير مواقع بس للاسف
مثلا بجي مثلا كيورد فاوندر، هي اداه بستخدمها بالعربي منيحه، بجي الموقع، موقع في بشتغل معه بالكاني يوم كامل، يعني انا بكون عندي تسكات الشركه اللي عم بشتغل فيها لازم اخلصها، فبالكاني يوم كامل انه الاداه والله ما شغاله، فانا بدي موقع مجربه موثوق، يعني انا عم بشترك معه ب $20 فيه سيم ريشو اتشرف وكيورد فاوندر واوفر سجست، بس انه بيجي يوم الاداه يعني انا موقع اذا انت مجربه من تجربه. انت جربت سيم رش؟ لا انا بشتري مواقع هنود بيعملوا مواقع انه بيعوك مثلا 15 اداه ب $20 بالشهر. لا بقول لك انت جربت سيم رش؟ انا جربت، انا هلا عندي اصلا اكسس على كل ادوات مدفوعه، يعني اذا بتحب اشارك معك. بص هو من افضل الحاجات، يعني من افضل التولز المدفوعه هي سيمراش بصراحه، يعني هي ادات سيمراش عظيمه بالاوديت، لكن انا بحكي بالكلمات للبحث العربي، يعني كلمات بتجيب لك داتا صح باللغه. لا بص احنا اصلا عندنا مشكله في موضوع العربي، يعني احنا عندنا مشكله في موضوع العربي، ان تولز كتير جدا موضوع العربي ده جوجل بقى، يعني جوجل التول بتاع الكيوردز. لا اذا انت مالك مجرب كيورد فاوندر انا بنصحك، يعني النتائج جماعي كويسه منيحه ممتازه. الايه؟ نتائج كيورد فاوندر مش عارف، بحس ان هي نتائجها مش اكشلي احسن حاجه، يعني مش عارف. انا هلا بس انا بدي اياك تجاوبني على سؤالي، عارف مواقع انه مجربه بتعطيك ادوات السي او كامله رخيصه وتكون موثوقه؟ يعني هي افضل حاجه سيمروس زي ما قلت لك. سيم رش اعتقد انكتب SEM ايه واترف وفي اهرف كمان كويس. انا بس عندي مشكله الاكستنشنز بتخلي الحاجه تقيله، يعني انا مستني. ماشي سيم رش بصراحه من افضل التولز اللي يعني شموليه وفي نفس الوقت ليها اكسس على حاجات كتير او فاريتي كتير بصراحه. طب ايش بتفرق عن اشرف؟ انا ما بستخدم اشرف بس بلاقي يعني بتجيب كل التفاصيل. ايش بيختلف اداه هذه عن هذه عن هذه عن هذه؟ ايه مش سامع. بقول لك بستخدم اشرف وانا مش سامع. ماشي انا بقول لك بستخدم أشرف. انا بستخدم اتشرف. اوكي اتشرف انا اتشرف بستخدمها بس للباك لينك هي اداه رهيبه، بس للباك لينك والسايت اوديت، يعني بس انه للكلمات المفتاحيه في كثير، يعني في عندك السيرش بار بقترح عليك كلمات، وفي عندك الريليتد سيرش بجوجل، يعني في كثير اماكن بتشوف احسن ادوات هي بالعربي. برضه انا بنرجع ونقول برضه ان على حسب كل، يعني الناس برضه اللي لسه مش واخده بالها من الكلام معانا حاولت يعني تستنبطوا الكلام، يعني او لان الكلام ده قدام هتفتكروه هتقولوا احنا سمعنا الكلام ده قبل كده. بص كل تول بتكون على حسب اللي شغال عليها يقدر يوظفها لنفسه ازاي. تمام يعني ممكن بالنسبه لي يكون سيم رش من افضل التولز اللي بستخدمها سواء مدفوعه او اورجانيك. تمام لكن انت ممكن يكون بالنسبه لك في حاجات تانية افضل. تمام فما توقفش نفسك على تولز. وبرده في حاجه تانية، ساعات في تولز مش بتديك النتيجه اللي انت مستنيها، فلازم يكون عندك فايرت كتير علشان تشتغل على ده. تمام فموضوع التولز كتير وفايرت كتير حاجات كتير، بس سيم رش موز يعني الحاجات دي سيميلر ويب هي من افضل الحاجات يعني. فانت حاول كيورد عندك كيورد تول اوفر سجست كمان ماشي. اوفر سجست برضه كويس جدا. تمام وعندك كيورد تول، كيورد تول اداه مجانيه بس بعطيك كمان نتائج حلوه. عندك كمان كيورد سيرفر سيرفر هيك اسمها كمان كويسه حلوه. انا جربتها يعني في اكثر من اداه بصراحه. في كيورد ايفريوير اكستنشن كويسه جدا. كيورد ايفريوير برضو يعني برضو انا تقريبا عندي برضو في صفحه السيرش كانت موجوده.
هلا انا بس بدي منك اشوف اغلب الاكستنشن اللي بتستخدمها بالـ SEO بس تشرح لي هنا. ايه الاكستنشن اللي بتستخدمه بالـ SEO تشرح لي هنا انه ليش بتستخدمه كيف وهيك. معلش اعذروني مش فاهم اخر حته ايه انك تشرح لنا الاكستنشن اللي بتستخدمها بالـ SEO بس الاكستنشن انا بستخدمها بالـ SEO. ايوه بالظبط سيم رش ما انا قلت لك سيم رش لاني انا شايف عندك محرك البحث ما شاء الله يعني صاير فيه تفاصيله. يعني ما انا بقول لك على حسب كل حاجه. بص كل حاجه انت بتستخدمها كتقول ممكن توظفها لاكتر من حاجه. يعني مثلا ساعات بنستخدم مثلا كيورد ايفريوير لجزء في السوشيال ميديا تمام كيورد سيرش وكده. ساعات بنستخدم يعني بص على حسب انا بوظف التول نفسها لايه تمام توظيفه التول نفسها لايه فدي بتفرق تمام. ما توقفش نفسك على تول بتاعت كذا بس لا انت دي كمان بتساعدك ان انت تكون يعني متاكد 100% من النتائج بتاعتك. ايوه خصوصا بقى كمان خصوصا بجد لو انت شغال في الماركت ريسيرش ماركت ريسيرش او ماركتنج ريسيرش التولز دي بتاعت الاي سي او بتنفعني جدا تمام. مع ان هي اصلا تولز اي سي او لكنها بتنفعني بشكل كبير تمام. بخدم على الكيوردز عشان اقدر اوصل لنتائج تديني انفورميشن اكتر يعني. فانت ما توقفش نفسك على تول معينه لحاجه معينه. فاهم قصدي؟ اوكي فاهم شكرا لك. مين تاني عنده اسئله؟ يعني اللي عنده سؤال يعني. انت ما جاوبتنيش عن الاكسترنال لينك. السؤال كان ايه بقى؟ دلوقتي الاكسترنال لينك او عشان انا احس ان الاثورتي بتاع البيج وكده المفروض ان انا الانترنال لينك يعني دي في ايدي اقدر اعملها زي ما انا عايزه على حسب الويبسايت بتاعي. الاكسترنال لينك دي المفروض بقى اعملها ازاي؟ بص اول حاجه بنشوف الاودينس بتوعي بكونفرجن على اني ويب سايت بشكل كبير. يعني مثلا انا دلوقتي مثلا فاتح موقع بتاع مثلا ستورز بتاع كوره حلو ده ستورز بتاع كوره ببيع الشوز بتاع يعني بمعنى صح الشوز بتاعت الكوره تمام. طيب الناس بقى الاودينس بتوعي بيروحوا فين؟ بيروحوا على موقع مثلا يلا شوت موقع يلا كوره موقع كوره اليوم. المواقع دي اكتر الناس بتخش عليها عشان تشوف التفاصيل بتاعتها. ببتدي ان انا اكونكت مع الويب سايتس دي ويبتدوا ابتدي احط اللينكس بتاعتي عندهم بحيث الناس دي تكونفرجن على عندي. اشوف اقدر الاودينس اللعبه هنا في الاودينس بتوعي فين وابعت لهم اللينك بطريقه شرعيه. بس هي ده 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 الاكسترنال لينك. ممكن يكون ممكن اللينك بتاعي يعني مقابل فلوس ولا بيكون بعيد بالاتفاق مع الويب سايت نفسه تمام او صاحب الويب سايت. ممكن حاجه تانية ممكن اشتغل على الجروبس بتاعت فيسبوك مثلا نفسها ان انا ادي الجروب اللي يكون فيها الاودينس بتوعي بشكل كبير وابتدي ان انا كونفرجن عليه تمام. ممكن اعمل حاجه تانية اعمل اعلانات على الويب سايت على الفيسبوك نفسه ويكونفرجن عن في تولز كتير. بس البوينت هنا في الاكسترنال لينك ان انا اشوف الويب سايت بتاعي قصدي الاودينس بتوعي موجودين فين وابتدي اشوف هدخل لهم اللينك ازاي بطريقه شرعيه وبطريقه مظبوطه تمام. ده جزء الاكسترنال لينك. طبعا باك لينكس او يعني اللينكات اللي هي اللي محطوطه والتفاصيل الثانيه. يعني مثلا في ويب سايت مثلا اسمه الاخبار تقريبا اخبار اليوم مثلا تمام. عادي مثلا كده تعال مثلا نشوف طوكيو 2020 مش عارف ايه المنتخب الاولمبي في ويب سايت يعني مثلا تعالوا كده يعني في ويب سايت ممكن تخش عليه
بعد ما تخش عليه يلاقيكي حولك على الويب سايت تاني خالص، ملوش علاقه بالويب سايت اللي انت اصلا بتسيرش عليه. تمام؟ هو ده بالظبط اللينكس، او ده بالظبط الجزء بتاع اللينكس. انا بحط اللينك بتاعي عند ويب سايت تاني، او ويب سايت تاني فيه تفاصيل كتير، تمام، او عليه كونفرجن كتير من الاودينس بتوعي، يبتدي يخش عليه. تمام؟ تمام. ممكن تكلمنا شوية عن أدسنس والشروط بتاعته وإزاي أدخل أدسنس؟ الجزء بتاع أدسنس بيكون ليه شروط علشان أدخل أدسنس ده. تمام؟ أدسنس أصلا نفسها هو إن أنا أدي لجوجل صلاحية، تمام، إن هو يعمل إعلانات أو يوظف الإعلانات عندي. تمام؟ يعني ايه يوظف الاعلانات عندي؟ يعني مثلا الاعلانات دي بتكون مثلا جوجل ادسنس، ومقابل الكونفرجن على الويب سايت وعلى اللينكس دي، ببتدي ان انا ابتدي اشتغل على ده. تمام؟ يعني ابتدي اشوف التفاصيل بتاعته ايه، او المفروض ان انا مثلا لما ادوس على لينك يحولني الناحيه الثانيه، فانا ببتدي اكسب من ده. في نفس الوقت ممكن بتشتغل في حاله الشوب نفسها. تمام؟ يعني مثلا ان انا اشتغل جوجل ادسنس شوب، وبيشتغل مع ده جزء بتوع الافليت وبتوع الكونتنت على حسب الويب سايت والتفاصيل دي كلها. يعني هو بينشر ويب سايت، تمام، في اعلانات زي كده مثلا، تمام، او فيديو، او مثلا صور، تمام، من خلال جوجل، والمفروض ان انا لما لينك عليه مثلا كده، تمام، ده يتحول الناحيه الثانيه. ده كده شغل جوجل ادسنس. تمام؟ ده ان انا كويب سايت بوافق ان جوجل يحط الاعلانات عند الويب سايت بتاعتي. طبعا بيكون ليها شروط مختلفه وتفاصيل ثانيه بعيدا عن اي سي او شويه. يعني مثلا لازم تكون الويب سايت اصلا يكون اصلا يعني حاجه مميزه. تمام؟ يعني الويب سايت يكون مميز. طبعا الويب سايت لازم يكون ملتزم بمحتوى، ولازم بيكون بيستخدم بلوج، او بيستخدم جزء مثلا بتاع يوتيوب. يعني ليه سياسات وليه تفاصيل تانية وليه جزء تاني. طبعا يكون ليه عدد او بيحصل عليه كونفرجن بشكل كبير. لازم أن يكون طبعا في معايير الاي سي او فيه تكون كويسه. التفاصيل دي كلها عندي ليه تفاصيل ودي شروط هو بيكون حاططها اصلا جوجل نفسه. تمام؟ بس هو جوجل ادسنس مالوش يعني مكمل للاي سي او. يعني انا لو بتاع اي سي او مش لازم اكون شغال جوجل ادسنس، او ان انا شغال مع جوجل ادسنس، او ان انا الويب سايت بتاعي يكون related جوجل ادسنس. لا عادي جدا، ملوش علاقه. تمام؟ انت اصلا شغاله جوجل ادسنس، ولا عايزه تعرفي اللوجن بتاعه ازاي، ولا الشروط بتاعته؟ سامعيني ولا انا النت عندي فاصل؟ طب حد سامعني؟ ايه سامعني حضرتك. تمام. طيب بعد اذنك انا عندي سؤال من امبارح سالتك اياه حتى في كومنت. انا هلا عندي موقع CTR عندي، يعني مثلا نسبه الظهور بتوصل في 3 شهور تقريبا 3 مليون انه بكون impressions، بس النقر عندي تقريبا 30,000، فمعدل CTR 1.2 شغله. بس بدي اعرف كيف انا ارفع معدل CTR للموقع. الكونتنت وشغل الاون بيج نفسه، يعني شغل الاون بيج لازم يتحسن. اللينكات ظهورها فين في الويب سايت نفسه. تمام؟ المفروض مثلا المعدل، يعني مثلا انا دلوقتي لو دخلت على ويب سايت انا مثلا ما فيش فيه حاجات الينك عليها مش باينه قدامي. تمام؟ يعني مثلا انا عندي الزر ده ممكن ما يكونش باين، فالمفروض يكون اعلى شويه. عندي النقرات الحاجات مثلا، يعني مثلا انا ظهر دلوقتي البنك، انا دلوقتي عايز اعمل لوجن مثلا. تمام؟ او الناس بتكونفرجن عشان تعمل لوجن. حلو. طب فين زر اللوجن؟ مفيش لوجن ظاهر قدامي، فبالتالي الناس بتاخد اكشن اقل. سرعه الويب سايت، تمام، سرعه الويب سايت طبعا لازم تكون
مهمه بشكل كبير. تهيئه الاون بيج، يعني حاول تراجع الاون بيج عشان الناس بتخش مش بتلاقي اللي هي عايزاه فبتعملش لوجن بشكل كافي. في حاجه كمان، الجزء بتاع الاودينس، هل انا الاودينس اللي بيخش على الويب سايت هم الاودينس دول فعليا؟ عشان كده هم مهتمين وممكن يعملوا كونفرجن ويخش على الويب سايت، بس هو اصلا مش مهتم بالكونتنت اللي انا بقدمه او مش مهتم بالسيرفيس اللي انا بقدمها. تمام. هاي كمان الجزء بتاع التايتل والجزء اللي بيجي منه الكونفرجن نفسه. تمام. التايتل بتاعي والناس اللي بتسيرش بيظهر لها ايه وعشان تدخل، يعني مثلا انا ايه اللي بيظهر للناس هنا تمام وبتخش جوه الويب سايت تلاقي ايه، ده لازم اراجعه بشكل كافي ان فعلا، يعني مثلا دلوقتي احصل مثلا على سحب، لما تعمل كذا على الويب سايت يخش ما يلاقيش اي سحب او يلاقي السحب مخفي ويخش 500 لوجين، يعني لاندنج بيج راجعيها بشكل مهم. يعني ده عشان بس معلش اخذ نقطك بس ثواني، انا عشان تكون نبقى نفس تبقى فاهم بالضبط انا شو قصدي. هلا اللي انا شغال عليه هو زي اليلو بيجز، اوكي، هو دليل. فلما يصير كونفرجن مثلا، حد بيعمل على هانجر ستيشن مثلا، يبحث على هانجر ستيشن، انا بظهر اوكي، بس بظهر مثلا قلت ثالث نتيجه في الصفحه الاولى، اللي حيفوت عندي بس حياخد يا رقم موبايل يا حياخد موقع يا حياخد يعني معلومات بسيطه، فبحس هذا الارتداد عندي عالي. انا هي المشكله بس. طب انت ضعيفه جوجل اناليتكس وكده؟ صحيح. ضعيفه اناليتكس وجوجل سيرش. هل جوجل اناليتكس تبين لك الناس اصلا بت 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 بتسيب الويب سايت في اي جزء بالظبط؟ يعني انت عرفي الناس بتخش بتخرج من اي حته، الناس دخلت على كل على الصفحه ودايما خرجت، تمام، فخرجت ثاني لما وصلت لاني مرحله، يعني ممكن يبقوا اخذوا كليك في الاغلب بيكون عمل كليك على الويب سايت نفسه، يعني عاوز يفوت على الويب سايت او كليك اخذ رقم. طيب بس يعني هل في حاجه بقى كول تو اكشن جوه الويب سايت تخليه اصلا كول تو اكشن جوه الويب سايت تخليه كليك جوه الويب سايت؟ لا مفيش. طيب هيعمل ايه جوه؟ خلاص قرر اللي هو عايز يدخل على اللينك ده خلاص. تمام، فهمت حضرتك. تمام. طيب في حد عنده سؤال تاني؟ عشان فاضل لنا 5 دقايق. حد عنده سؤال تاني؟ هو انا عندي بس استفسار عن البروسيس اللي المفروض امشي فيها او التراك المفروض امشي فيه لما استلم مثلا ويب سايت جديد، سواء كان شغال مثلا قبل كده او لسه مثلا انا عامل استابليش للويب سايت وهبدا اشتغل عليه SEO. اول حاجه بتخش اناليسيس. معلش بس انا اسف اكمل سؤالي بس عشان بس يبقى واضح بالنسبه لي. يعني انا قصدي مثلا انت هنشتغل عليه على 3 تراكس اللي هو اون سايت، ويعني اون سايت واوف ويب بيج والتكنيكال، بس انا قصدي مثلا ايه اهم التولز اللي ممكن استخدمها، ايه الحاجات اللي بركز عليها في الاول بشكل كبير كده؟ يعني شكرا جدا. هقول لك انا حاجه، اول حاجه تخش اناليسيس الويب سايت، شوف الويب سايت ده من ناحيه الهوم بيج والاوف بيج والتكنيكال ايه المشاكل اللي فيه وايه الحاجات المميزه فيه. تمام. يعني مثلا هنخش مثلا على دبليو او رانك، تمام، او وو رانك، تمام، زي ما احنا فتحناه وعملنا اناليسيس للويب سايت او تشوف ايه المشاكل اللي جوه الويب سايت، دي اول حاجه. تمام. جمعت المشاكل بتاعت الويب سايت نفسها، تحدد تاسك او تشيك ليست بالحاجات اللي انت لازم تعملها واحده واحده. تمام. يعني مثلا عندي ال دوبليكيت مثلا في لينكس هبتدي اظبطها، عندي مثلا الهوم بيج مش متظبطه هبتدي اظبطها، وابتدي اخد فتره اعدل كل الاجزاء الاساسيه بتاعه الويب سايت. حلو. بعد ما بعدي الاجزاء الاساسيه ببتدي اشتغل عليه SEO external، وابتدي بقى اعدل فيه علشان يظهر بشكل افضل، وابتدي اديت على الويب سايت على حسب البلان اللي انا عملتها. خلاص بظبط اول حاجه التكنيكال، خلاص التكنيكال مظبوط، كل حاجه في التكنيكال مظبوطه، ببتدي اخش على الحاجه بتاعه الاون بيج، كل حاجه في الاون بيج مظبوطه، التكست بالكونتنت بالستراكشر الحاجه بتاعه الاون بيج، بعد كده ببتدي اخش اخر حاجه الاوف بيج، وابتدي بعد ما اخلص الحاجات دي كلها كاكشن بقى ببتدي ان انا في الاخر ابتدي انشر الويب سايت وابتدي اشتغل باك لينكس.
تمام وابتدي اشتغل على ان انا انشر الويب سايت بشكل اوتوماتيك. تمام فانت هات اناليسيس، بعد ما اناليسيس تصلح المشاكل، بعد ما تصلح المشاكل تعمل استراتيجي عشان تنشر الويب سايت، بعد ما تعمل استراتيجي تبتدي تشتغل على الاكشن بتاع الاي سي او بتاع الويب سايت. تمام بدنا الاستراتيجي هذه، هذه الاستراتيجي انا ما بعرفش اعملها. اوكي تمام، هي بسيطه ممكن نتكلم فيها المره الجايه او يعني نخش فيها اكتر بقى يعني كده. المره الجايه هتخش ادفانس بشكل اكبر بالنسبه للاسماء والناس اللي لسه في البدايه تابعوا والاسئله ابعتوها لي على الميل او على على الشات عادي. طيب السؤال الثاني، الان انا عندي مشكله. ثانيه معلش، انت مؤمن اللي كان بيتكلم صح؟ اه مظبوط معاك. مستيت لك الفكره ولا في عندك سؤال ثاني؟ او عندي سؤال تاني بسيط، يعني لو انت كنت جربته وشفت الايفكت بتاعه. هو انا كنت اشتغلت قبل كده على ويب سايت وكنت عملت فيه السكيما اللي هي الاستراكشر داتا، بس انا يعني وقتها قعدت اذاكر فيها كتير جدا وهي خدت مجهود رهيب الصراحه، سواء من التيم عندنا او من تيم البروجرامنج يعني. بس بعد ما حصلت انا ما حسيتش بايفكت كبير في الويب سايت، فده ممكن مثلا يكون سببه ايه؟ او هل مثلا انت قابلتك كيس زي كده اشتغلت فيها ستراكشر داتا اثرت على الويب سايت اللي كان معاك قد ايه؟ بس كده شكرا. بص هو مش على تمام، بص على حسب كل ويب سايت والاستراتيجي اللي شغال بيها تمام، لكن هي في الاول وفي الاخر مهمه عشان من معايير الشغل على الاي سي او. طيب فسواء هي عملت كونفرجن بشكل كبير او تاثير بشكل كبير على على الويب سايت فخلاص انت كده كده شغالها اصلا علشان معايير الاس اي او بتاع الويب سايت، والويب سايت حتى بتاعك ما ينزلش لو هو فضل ستيبل فدي حاجه كويس تمام. انما بقى ان هو اثر بشكل قد ايه دي على حسب الويب سايت والاستراكشر بتاعه او قصدي الاستراتيجي بتاعه الويب سايت نفسه. تمام شكرا ليك. طيب نور تقريبا كنت تسالي صح؟ بدي اسالك، لكن عندي نفس المشكله اللي حكت عنها صديقتنا قبل شوي، برضو انا عندي في الموقع عندي برضو ظهور عالي والسي تي ار ضعيف والنقرات، بس انا متجر مش موقع عادي والازرار كلها واضحه. انا الان رحت انا على جوجل سيرش كونسول سحبت الكلمات اللي انا شايفاها ظاهره قدامي في الكونسول انها صفحه اولى، مش صفحه اولى ده انا نتيجه اولى ونتيجه ثانيه طالعه، ومسكتها سحبتها وسحبت الصفحات القويه تبعتها وجهزتهم الان بشتغل عليهم مقالات اساس اشتغلهم باك لينك. صح اللي بعمل ولا غلط؟ بصوا هو حاولي تستراتيجي الشغل نفسه تمام. الكومبيتيتورز بتوعك شغالين ازاي؟ بيعملوا بيجيبوا لينكس منين او بيكونفرجن الناس عليهم منين؟ الكونتنت واللاندنج بيج بتاعتهم ماشيه ازاي؟ نحاول نشوف ان اناليسز الميستيكس فين بالظبط بعد كده نبتدي ناخد اكشن عليها. طب هل في مشكله ان الكونتنت صاحب الموقع ماخده كله ناسخ لاصق مش انا اللي عملته؟ انا عملته ما يكونش مناسب ممكن ليه لا؟ ايه هو ماخد هو يعني ناسخ لاصق كنوع من التوكيل هيك بيعتقد ايه؟ يعني ممكن ما يكونش مناسب تمام؟ في سام رش تولز جوه السيم رش بتاناليسز الكونتنت بتاع اللاندنج بيج نفسها ومفتوحه فري برضه، فانت ممكن تدخلي عليها وتحاول تشوفي المشكله بتاع في مشكله عندك في الكونتنت على الويب سايت ولا لا. تمام يعني الان اظبط المفروض اظبط الكونتنت والمقالات اللي عملتها دي كويسه مع واشوف موضوع الباك لينكات مع المنافسين صح ولا كيف؟ تمام تمام. طيب حد تاني عنده سؤال؟ انا بس كان عندي سؤال لما حضرتك قلت ان الموقع لازم يبقى يعني امن لازم يبقى سكيور. انا مش سامع معي. طيب كده سمعني تمام ايه كده الصوت مسموع يعني ولا في مشكله؟ اوكي اوكي. طيب هو حضرتك كنت قلت ان المفروض الموقع يبقى امن ويبقى سكيور، فانا هل. كنت عايز اعرف ايه هي معايير الامان او يعني المفروض ان هو يبقى سكيور من حيث معايير. اوكي معايير الامان هي الاس اس ال تمام. في حاجه اسمها اس اس ال واحنا بنشتري الدومين نفسه او الدومين بتاع الويب سايت تمام، لازم بنشتغل على معايير الاس اس ال او اللي بيشتري الدومين يكون شغال على الاس اس ال
علشان يبقى الويب سايت امان بس مش اكتر، يعني الموضوع بسيط تمام. وانا بشتري من على جوداني تمام، ببتدي ان انا اشتغل على ان انا الاس اس ال او ان انا يكون الويب سايت بتاعي ايه مش اكتر. طيب في الجزئية هذه برضو في لي سؤال. الآن أنت مرات بنلاقي فيه في الـ URL بتلاقي مرات HTTPS أو بنلاقي www. مثلا اسم الموقع ما كيف مرة بكون عند الـ URL بالـ HTTPS أو الـ www بس لوحده، أو كيف أختصرها، أو ليش إيش الفرق بين هذه وهذه؟ الاثنين واحد، والاثنين بيكونفرجن على نفس البيج، بس كل بيج او كل ويب سايت بيطلع بيكون ليه اللينكين دول. فالويب ديفلوبر بيبتدي سيتنج الجزء ده علشان يبقى فيه لينك واحد للويب سايت. يعني ملهاش علاقه فينا احنا، لها علاقه في الويب ديفل الويب ديفلوبر. الويب ديفلوبر لازم ينسق، يبصوا جزء الاس اي او لازم يكون ريليتد بشكل كبير مع اللي شغال ويب. يعني اللي شغال ويب ديفلوبر لازم يكون في ريليتد ما بيني وما بينه، ونظبط الشغل ما بينه تمام. سامعني تمام الصوت؟ تمام. طيب حد عنده سؤال تاني قبل ما نخلص الموضوع؟ طيب في سؤال تاني استاذ محمود، قولي. طب معي مش عارف، الصوت مش مظبوط عندي، مش واصل. سامعيني ولا الصوت عندي ولا عند حد سامع؟ يقول لي تمام. اوكي تمام، الناس سامعين. طيب نور، الصوت عندك او انا مش سامعينك؟ مش عارف. بقول لك في سؤال تاني كمان. طب اوكي ماشي. اذا ايه نسيت، ثواني بس. اوكي تمام. تمام، الجزء بتاع الفايلز بينزل على البيج بتاعت البيج اللي بينزل عليها الكونتنت والحاجات والكتب والماتيريال، وكده كده بنلف على الجروب ان الحاجه دي نزلت علشان تيم المودريشن يبعتها لكم دايركت على طول، او لو حد عنده اي مشكله برضو يبعت لي وانا ابعتها له، او انا يعني موضوع بسيط يعني. تمام. نورا سامعيني ولا المشكله عندك؟ سمعت بس من راح السؤال خلاص. بسالك اياه على الخاص، قدر خلاص يبقى بعتولي على البرايفت اي دي. تمام شكرا لك. تمام. احمد بيقول في بوست في الحاجات اللي هتتشرح، يعني مش فاهم السؤال يا احمد، او معلومه ايه مش عارف. احمد سامعني؟ مش عارف قصدك ايه في السؤال بتاع الشات. قبل الميتنج تنزل بوست في الحاجات ولا تتشرح واحنا نعمل سيرش عليها ونجمع داتا. اوكي تمام. هو عموما برضه عشان تبقى عارف الجزء بيمشي فوت وريسيرش تمام. فبس اوكي تمام مفيش مشكله، يعني بينزل بوست في الحاجات اللي انتم محتاجينها، بعد كده بنعمل فوت على التوبيك نفسه وبعد كده بنتكلم فيه. بس اوكي مفيش مشكله، ممكن يبقى ينزل اجزاء بالحاجات اللي هنتكلم فيها بحيث الناس يكون عندها باك جراوند، مفيش اي مشكله، وهي فكره كويسه بصراحه حقيقة عليها. طيب تمام. باذن الله ان شاء الله ميعادنا الجاي، او اشوفكم الميعاد الجاي يوم الاثنين على كلوب هاوس، ويوم الجمعه على زوم زي ما احنا بنتقابل كل جمعه متعودين. والمره الجايه برضه هنفوت نكمل اي سي او، او الدنيا ان شاء الله تمشي ازاي. كل الاحوال انا معاك في اي حاجه، والحلقه دي هتنزل على اليوتيوب، وبرضه الحلقات اللي فاتت موجوده، والفايل هينزل على البيج بتاعت فيسبوك ولينكد ان. ولو حد عنده سؤال في اي وقت ابعته لي على الميل، بيبقى بالنسبه لي اسرع، ابعته على الشات. اوكي مفيش مشكله، وان شاء الله يعني سعدت بمعجبتكم النهارده، وان شاء الله
أشوفكم على خير المرة الجاية إن شاء الله، وتصبحوا على خير.